بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من منتديات البشرى الإسلامية، الموقع الرسمي موقع الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني إمام الأمة الموعود من آل البيت المطهر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإني أحد أنصار الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. أقدم لكم هذا البيان ولمراعاة الوقت المحدد في اليوتيوب، وحتى يتسنى لكم قراءة البيان، عملنا على وضع مؤشر في نهاية الصفحة، وعليكم باستخدام زر الإيقاف لقراءة الصفحة ومن ثم زر التشغيل للذهاب للصفحة التي تليها، وهكذا دواليك حتى يتسنى لكم قراءة كامل البيان. استخدام زر الإيقاف وهو الزر في أسفل الفيديو من على اليسار. وشكرا لحسن استماعكم، وأقدم لكم البيان بصوتي. البيان بعنوان دعوة للنقاش، رد دعوة للنقاش، عنوان البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صدق الله العظيم. في هذا البيان يقرر الإمام ويقول: ولو أنكم تعرضون على الإمام ناصر محمد اليماني فلن تصدقوا قسمه بالرؤيا بالمنام، فأشهد لله شهادة الحق اليقين أن الله لن يحاسبكم شيئا على عدم اتباع ناصر محمد اليماني، وحتى ولو كان هو حقا المهدي المنتظر خليفة الله رب العالمين، إلا إذا أقام الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني عليكم الحجة بسلطان العلم من رب العالمين لا شك ولا ريب. وسنواصل ذلك في البيان. هذا البيان أيضا سوف يجاوب الإمام على سائل أحد السائلين، يقول: يا ناصر محمد اليماني، إني من الجاهلين في العلم ولست من علماء الأمة، ولكنك تقول أنك تجادل بآيات الكتاب البينات لعالمكم وجاهلكم، وبما أنك أنكرت عذاب القبر ونفيت أنه يكون في حفرة السوءة في المقابر بأرض البشر، وتقول أن العذاب على النفس من دون الجسد، وأن الكفار يتعذبون في النار في الفضاء الكوني بين السماء والأرض في كوكب النار، وبما أني من الجاهلين فأنا أريد من ناصر محمد اليماني أن يثبت أولا حقيقة الإسراء بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل اطلع حقا على أهل النار، وهل اطلع أهلا على حق وهل اطلع حقا على أهل الجنة ليلة الإسراء والمعراج. في هذا البيان يقدم الإمام المهدي المنتظر مثال للمفسرين الذين لا يريدون إلا أن يتبعوا أحاديث السنة فقط حتى ولو كانت مخالفة لمحكم القرآن العظيم، فما كان منهم إلا أن يحرفوا كلام الله عن مواضعه المقصودة إذا واجهتهم آية محكمة في الكتاب، فانظروا لتحريفهم لهذه الآية المحكمة، فحرفوها عن طريق التفسير الباطل، التفسير لقول الله تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أيضا في هذا البيان أحد علماء الأمة ربما يقاطع الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ويقول: احترم نفسك يا ناصر محمد اليماني، فكيف تصف علماء الأمة أنهم أطاعوا أمر الشيطان وعصوا أمر الرحمن؟ وهذا البيان يبين الإمام في هذا القول. أيضا في هذا البيان ينصح الإمام، يقول: يا قوم، إن القول على الله في دينه ما لا تعلمون علم اليقين أنه الحق من ربكم فذلك محرم عليكم يا معشر علماء الدين، حتى لا تضلوا أنفسكم وتضلوا أمتكم، كون سلطان العلم الذي يفتقد سلطان العلم البين من الله، فهو يحتمل الصح ويحتمل الخطأ. هذا البيان أيضا يبين الحوار يكون قبل الظهور عبر هذه الوسيلة العالمية، يقصد الإمام هنا الإنترنت العالمية، ومن بعد الاعتراف والتصديق يظهر لكم المهدي المنتظر عند البيت العتيق.
ويفترض فيقول الإمام المهدي المنتظر: فلنفرض أن الإمام المهدي يتبع أهواءكم في معتقداتكم الباطلة، ويظهر لكم في المسجد الحرام للبيعة من قبل الحوار فجأة هو وأنصاره على ميعاد في المسجد الحرام، فماذا سوف يحدث؟ وأيضا في هذا البيان يعلم الإمام للمكابرين من أمثال أبو حمزة المصري أحد الذين يجادلون في المنتديات، ويقول: يا أبو حمزة المصري، لقد أضعت وقتنا كثيرا، فإن لا تزال تصد عن اتباع الذكر، فتعال لكي أعلمك كيف تستطيع أن تغلب الإمام ناصر محمد اليماني فتثبت عذاب القبر، فعليك أن تأتي لنا بتأويل آيات الكتاب المحكمات في قلب وذات الموضوع التي تفتي أن عذاب الكفار البرزخي هم في النار جميعا وليس أشتاتا في القبر. وإليكم بيان الإمام المهدي.